عندنا صفة ثانية للاغتسال. هذه الصفة مستحبة. الصفة التي ذكرناها قبل هي الصفة سهلة أن ينوي بقلبه. يسمي يقول بسم الله، يعمم جميع البدن مع المضمضة واستنشاق واستنثار. هذه صفة سهلة. الصفة الثانية المستحبة الكاملة، يغسل الفرجين القبل والدبر، ينوي بقلبه، يقول بسم الله، يغسل الكفين، يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل الوجه، يغسل اليد اليمنى، يغسل اليد اليسرى، يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا، ثم يغسل الشق الأيسر كاملا، ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى. هذه الصفة والأولى صفة، هذه تصح وهذه تصح.